مباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين. نرجو منكم لا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب برنس عبد الله بن جروة سبورت سيتي ستاديوم. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 5:35 بكل من توقيت السعودية وقطر، والساعة 4:35 بكل من توقيت القاهرة، والساعة 3:35 بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة القوية الممتعة، قناة SSC Sport HD5 الناقل الحصري لهذه المباراة، وبتعليق راشد الدوسري: المباراة المجنونة اليوم، نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.